صغار صغار جينا وما لقينا لا دار ولا أشجار. يا أهل الدار جيناكم كبار صغار جينا وما لقينا لا دار ولا لك يا جدي وين الدار والجار اللي كان يغار. لك يا جدي وين الدار والجار اللي كان يغار. وين البحر والليوان وين الفارس والميدان وين رجال ما بتنهان وين الالفي والمحبي وين النفط يا خسارة شد ويا الدار جيناكم كبار صغار جينا وما لقينا لا دار ولا جار. جيناكم جينا يا الدار جينا لنوصل هالأقدار. جيناكم من زمن الحروب جيناكم جينا كبار صغار. شو يا صاير عم تخبي علي لك وضاع؟ لا يا ابي الله يسامحك، اي والله انا بحياتي ما خبيت عنك شيء. ها ليكك عم تخبي، عم سألك وين كنت ما عم تجاوبني. يعني اذا قلت لك وين كنت وما عجبك هذا المشوار توعدني ما تزعل مني يا ابي؟ وغوشني وضاع، لا تحطني بخانة اليك وقل لي على الحارك وين كنت. رحت على الحكم دارية. شو؟ اي يا ابي رحت لعند الحكم دار بس ما لقيته بمكتبه. وليش رحت لهني؟ يا بي انت وعدتني ما تزعل مني. احكي وضاح احكي. هذا ابن خالي صفوان عم يحكي كلام بيسم البدن وبيفور الدم. وشو هالكلام بقى اللي بيسم البدن وبيفور الدم؟ يا بي هذا عم يحكي عنك كلام طالع نازل وعم يجيب معدلك، وانا ما بتحمل حالي حدا يجيب سيرتك قدامي وبكلمه مو بمطرحها. اي والله لو ما كان ابن خالي كنت سيح دمه بالحاره. وشو عم يحكي هذا صفوان؟ وشو دخل الحكم دار بالموضوع؟ يا مو دريتوا بهالخبرية؟ اي عمو درينا، ام نجيب ماتت وابو نجيب انسرقوا ذهباته. لا غيرها. خير يا مو شو في؟ ايه بس هي الخبرية بتهم رويدة اكتر من غيرها. شو رويدة خانوم، ما بدك تعرفي شو الخبرية؟ شو في؟ صفوان خطيبك. شبو ليكون مات هو التاني. ليش عم تفاولي على اخي وليه؟ بس يا بنات انت وياها لفوها وبلا حكي بلا طعمة. يعني ما سمعتي بنتك شو عم تحكي على اخي مرت عمي؟ ايه خلاص يا مو كلمة وقالتها مو قصدها. ايه لا مرت عمي قاصدتها، اصلا هي مانا طايقته بنوب. ما زال بتعرفوا يا اختي اني مالي طايقته. ليش خطبتوني اياه؟ اه ليش؟ ايه علينا شبكون، لو عرفاني رح يصير هيك ما كنا حكينا شي. شبه صفوان رشدي؟ سمعت وضاع عم يقول له ضب اغراضك منشان تروح على العسكرية، لانه الحكم دار ما طلع بايده يزبط له اياها. دربي سد ما يرد ان شاء الله. ان شاء الله انتي ماشي يا رويدة، هلا بيجي أبوكي وأخوكي ومنتحاسب. وفيقة مالنا ناقصينك، اقصري الشر وطلعي على قطك. يلا شو عليه؟ طالعة مرت عمي. تضربي انت وأخوكي.
يعني انت مو حاكيه مع ام صفوان انه بدك تخطبي بنتها زكيه لابنك خيره؟ لا ايو بحياتي ما لي حاكي معها بهيك قصه. بعدين بنتها الله يستر عليها ما بتناسبني بنو. هي قالت لك اني حكيت معها؟ لا مو هي، جماعه حكولي. ستي ايمينا من سيرتها. ايه شو قلتي؟ قلت لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني بصراحه نجيتي الي انا ما حلاقي احسن منكم، بس مثل ما بتعرفي القول والشور لابوها وسلامه فهمك. ابو وضاح ووضاح على راسي من فوق، وكلمتهم بتمشي على الحاره كلها مو بس علينا. واللي بيامر فيه اخي ابو وضاح بيصير، وان شاء الله ما بيصير الا اللي بيعجبكم. وانا عازمتك انت وسميحه ونسوان الحاره يوم الخميس الجاي على الحمام، بقى شوفوا شو بيصير معكم وردوا لي خبر مع ديبه مشان اقول له لابو خيره يحجز الحمام حمايه قبل بوقت. توكلي على الله، توكلي على الله، ان شاء الله ما بيصير الا الخير. صدقيني يا سميحه اهلي رح يحطوكي بعيوني. ولا خيره والله وقت عرف انه رح نخطب له بنت ابو وضاح ما صدق من فرحته. وهي من غير ما يشوفك بقى كيف اذا شاف هالجاذب يلي عليكي؟ اي والله والله ليطير عقله فيكي. يعني اخوكي خير وما بيضرب؟ يعني مو عصبي وخلقه ضيق؟ لا ايو يقبر قلبي ان شاء الله قال يضرب. قال اخي هادي كتير وباله طويل، والله يا حسرتي عليه. ايام بيجي من هالدكان تعبان كتير، بيجي بغسل بينزل الاكل مع هالكبك وبيحط لحاله وبياكل. يو ليش في رجال بيحط اكل لحاله؟ يعني مو دائما دائما، بس وقت منكم مشغولين او عنا ضيوف. ايه بس الرجال ابدا من كل شيء. يا مو سعاد بدنا نروح، هلا ابوكي بيجي من السرايا بده يتغدى. ايه يا مو يلا جاي. والله لا موت يا والله لا يذبحي خوها، والله تحس الراجل والله يذبحي روفي وخيك حكي معك. عم تتركها ارجع لورا الدولة. لكن شو ارجع لورا يا اختي مثل ما لاختك؟ لك روح ارجع عن ابر ولا مناصنا غير وزويزة نبر. بس لو ما كنت اخي واكبر منك كنت بورجيك شو راح اعمل. شو بدك تسوي يعني؟ روح على ابر وشي ولا ابر احسن ما كومك فوها. لك شوفي شوفي شو بكون. قصدت يا بنت صبحية فشيتي غلك؟ ولك يا وخمة يا مأنشحة، لك ما بكفي متحملين وخامتك وأنشحتك وقلة برودك. مرتي ما دخلها بنوب يا مو بنوب، بنتك اللي بدها ترباية. إذا حصني ترباية أبي بيربيني مو أنت. لك خسرة. الله لا يوفقك يا بنت كتابة السهورة، خربتيها يا مو، خربتيها وقعدتي على تلتها. ليكي مرت عمي، أنت زودتيها معي كتير ها؟ اسمعي ولي لسانك بقطعه اذا بتحكي مع امي كلمه ثانيه. رجي الله يقطع لسانك يا كريبه. والله لك كسر راسك. قولي قولي دقيقه دقيقه. شو عم تساوي؟ حامل كرسي بدك تكسره على راس اختك يا كبير يا فهمان يا عم شو عليك؟ لك شو فكرني انا متت ولا فكرني انا رجع كرسي بهالبيت؟ ها والله ما كان في لي سمته شو ماريون لك فهد هدول سهران يمكن يتكاتروا عليك من كثرة لك ابن عمي بتغلب الشجاعة. والله إذا كانوا مية ماني سائل عنهم، عليم الله لو ما إجا المختار بساعتها لكن خلصت عليه وارتحنا منه. كفو لك فهد كفو، أدى ودود. بس أنا ما برتاح إلا إذا قتلته بإيدي. إيدي وإيدك وحدة عقيد، ولا أنا غلطان؟ ما أنا غلطان. إيه خلص لكان، اترك لي إياه ولا توسخ إيدك فيه، أنا رح ضل وراه لأجيب راسه وزده برجليك. اللي بيزعجك عقيد بيعمل معك ناقصة لسه ما خلق وحياتها. بتعرف لك فهد انت صحيح أصغر مني بالمنقودية، بس يشهد ربي علي اني بشوفك كبير 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 اكبر مني. بشوفك مثل ما عم شوف عمي ابو شاهر رحمة الله عليه. تعيش وتترحم، نحن من بعدك عديد، انت كبيرنا وتاج راسنا والعين ما بتعلى عن الحاجة. تسلم يا فهد. ما قلت لي المختار ما اشتلق انه في شيء بينك وبين تحسين غير هذيك القصه؟ طمن عليك. شو عم تفكر يا عمي؟ فكر بهالناس لك فهد، شلون رب العالمين خلق لكل واحد عالم ولكل واحد طبع. شوف قديش في فرق بين ابو نجيب واخوه ابو فارس، لك بين ابو صفوان وابو عبده، لك بين المختار ابو وضاح ولاد عمه، بينك انت وبين تحسين. كرمال الله ابن عمي، هذا تحسين لا يجيب اسمه عشانك بنو. لا مو هذا القصد. القصد المختار ابو وضاح قديش رب العالمين عاطيه حكمه وقلب كبير. قديش صار امري لك فهد لهلا بتعلم منه شغلات كثير.
ايه والله البني ادم بضل بيتعلم ليموت عقلي. انا فعلا عتبان عليك يا ابني. شلون بتتصرف هيك من عقلك؟ ها يا ابني ما تحملت. بعدين انت وعدتني ما تزعل مني اذا حكيت لي. يعني اذا وعدتك اني اسكت وما ازعل تروح تتصرف بهالطريقه لك ابني؟ مهما كان هذا بضل من خالك، والضفر ما بيطلع من اللحم. شوفي شو صاير؟ شو بقى ابن خالك؟ ما في شي يا امو، ما في شي. شوفي ابن عمي؟ سالي المحروس ابنك. شوفي يا امو؟ يا امو وين الدبق ومكبس الشوارع؟ في اوضتك يا امو عرف. يا امو معقول يعني إذا ما لقيتوا لي عروس بالحارة في بنت من برات الحارة بركي بتشوفي لي إياها أنت ونصرة؟ ومنين هالبنت أخي؟ من حارة الكوم. مين دلك عليها يا ماما؟ البيطار، البيطار اللي بيشتغل بالخال. يعني من قرايبينه للبيطار؟ إيه يا مو، من قرايبينه وبتكون بنت خالته. إيه شو عليك ابني؟ إذا كانوا جماعة مناح وأوادي بكرة بروح أنا وأختك ونشوف لك إياها. ليش أنت في معك مصاري تكفي لجوازتك؟ إيه لا مملي شوية مصاري، والعقيدة بدهم بدي تكفل لي بالباقي. إيه رب إلهي كتر خيره ويطعم مصابي بجاه محمد النبي. آمين يا رب. آمين. وهي هن السحورة اللي شفتها عم تطمرن هديك المرة بالحوض. فضايل قل هو الله واحد. فضايل الله والنبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله. عمي الله يخليك، والله كل هالشي صار غصب عني. وشلون غصب عنك يعني؟ أمي هي كانت تجيب لي هدول الشغلات، وأنا ما كنت بعرف إذا هن سحورة أو غير سحورة، وهي كمان كانت تقلي شو أعمل فيه. يعني أنت ما بتعرفي إذا كانت سحورة ولا لا؟ والله يا عمي ما بعرف، إن شاء الله بعد بعيوني إذا كنت بعرف. إن شاء الله إلهي بتعدميهم وبتعدمي إمك صبحية بنت الدوم رياحة. بس يا عم عبدو أنت اسكتي. والله أنا مظلومة يا عمي، وحياة الله مظلومة. يعني بفهم من كلامك إنه أمك كانت تجيب لك سحورة وتجبرك على إنك تحفري وتطمريهم ببيتنا؟ آه؟ إيه عمي إيه. وشو معنى هالإبر المشكوكة بهي بقطعة اللي إيه؟ والله ما بفهم بهالقصة يا رجال، بس النسوان قالوا لي إنه الإبر مشان يندمى قلبه دمي ليلي ما عمله أو ما عمله السحر، واللي مشان يذوب وينسلى هيك مثل اللي. ومين فينا اللي بده صبحية تجرح له قلبه وتدميله يا؟ آه؟ مين يا وفيقة؟ ما بعرف عمي والله العظيم ما بعرف. ما بتعرفي؟ ايه؟ شو علي؟ بكرة ببيت أهلك بتصيري بتعرفي. الله يخليك يا عمي، الله يخليك، أنا بدي ضلني هون ما بدي روح على بيت أهلي. اسمعي ولي وفيقة، إذا بدك تضلي هون وما ينخرب بيتك بدك تقولي لمين معمول هالسحر. أمي قالت لي خدي هاي السرة وتمريها بقلب الجنينة، وسمعتها كمان عم تقول دواكي عندي يا رويدة. رويدة إلهي لا يوفقك ولا يأشعك خير يا صبحية يا بنت الدومري، الله لا يوفقك وينتقم منك. عبدو. إيه أبي؟ نادي لي على عمك أبو صفوان، قل له أبي عوضك ضروري ولا ترجع لي هو معك. يلا أمرك يا أبي. وقال يا بعدي ابنه ما بيحكي هالحكي. إيه هذا واحد واطي وقليل أصل. وضح. شو أنت نسيان إنه صفوان ابن خالك وإنه أمك بتكون عمته؟ إن شاء الله ما تواخذيني يا مو، والله ما بعرف شلون طلعت مني هالكلمة، بس اللي عم يطلع من صفوان خلاني أنسى إنه ابن خالي. الله يهديه يا مو ويرجعه لأصله، وانت تقبرني الله يرضى عليك. شيله من بالك، ليش اهل الحاره ما بيعرفوا انه ابوك زعيمه وكلمته ما بتصير تنتين؟ واخواتك فيه البركه يا موضح. ليش ابوكي الله يرحمه كان واحد من رجال الشام المعتبرين. الله يديمك ويعلي مراتبك اكثر واكثر. ابن عمي كمان بدي اقول لك شغلي، ام خيره اليوم اجت لعندي والمخلوقه صارت جايه مرتين، وعزمتني انا وسميحه على الحمام يوم الخميس. ام خيره مرته لهاشم افندي؟ ايه ابن عمي. قصدك مشان سميحه؟ اي نعم. والبنت لها خاطر؟ ايه مثل ما بتعرف البنت بتتبع شور اهلها،
وهي لا بتعرفه للشاب ولا لخلطة بحريم بيت أبو خيره. فالقول قولك والشور شورك. أنت بتعرفه للشب يا بي؟ إيه لكن يا بي بعرفه عز المعرفة. شو رأيك فيه؟ والله يا بي لك الشب ما عليه حكي بنوب، بس بس شو؟ بس لا شغلة ولا عملة. لا أيه يا مو، أبوه أخذ له محل بسوق الصوف وعم يشتغل وعلى 24 إيراد. والله ما بعرف، أنا إلي مدة ما شفته لخيره. بس في شغلة تانية يا بي. شو هي؟ أحكي. من شان أبوه. شو بو أبوه؟ هلا عم يقولوا إنه داسوس وعوايني للسرايا. أبو خيره؟ إيه يا بي أبو خيره. آخ آخ يا بي، لو تعرف الناس حقيقة هاشم أفندي. آخ شو حقيقته يا بي؟ كل اللي بقدر أقول لك يا إنه أبو خيره رجال بيرفع الراس. والله يا بي أنت أدرى. خلاصته أنا ما عندي مانع تقبلي العزيمة على الحمام، بس يرضى عليكي ما بدي وصيكي طنطنة وجرصة ما بدي مشال مرحومة ام نجيب خطيب. بتأمر ابن عمي لك أن يعود. بقى شو رأيك بعمايل مرتك معنا؟ هي سمعت بإذنك. أخي بصراحة الشغلة كلياتها مو فايتة براسي أنا. ولك بنتي، أنت متأكدة إنه أمك عطتك سحر وقالت لك حطيه بالجنينة؟ عدنان بلاها الحركات هي. أنا حركات هي؟ حركات النسوان اللي عم تعملها. ولك عملك طالعنا السحر بإيدنا وبنتك اعترفت بهالشي، جاي هلا تغمزها مشان تنكر؟ لك شو مفكرنا جلبان ولا على البركة؟ شو هاي غمزها ما غمزها؟ ما غمزتها. نهايته مرتك ما عاد لفوت على هالبيت، يعني بالمشرمحي هالبيت إله وخليته ابنا يا. تاني شي بنتك بتروح لعندكم بالشهر مرة بتخلي الولد هون، ولما بدها ترجع أنا بدي فتشها بإيدي، وإذا أنا ما كنت موجود مرت عمها بتفتشها. إيه وصلت لهون؟ إيه أخي وصلت لهون وأكتر، ومرتك هي سبب. لك ما بتتذكر شلون ورطتك مع صورك أبو وضاح وشلون طلعت بالخجة قدام رجال، ولا يوم ورطتك بخناقة مع أبو فخري، ولا ولا ولا. ولك شو بدي عدلك عدلك؟ إذا هيك ماشي الحال قومي بنتي، قومي قومي، بيت أبوك يا أولى فيكي قومي. وفي أمل أطلع من البيت إلا إذا هي راديت. إيه عمي أنت بدك بيت جوزك ولا بيت أهلك؟ بدي بيت جوزي. مش كان هيك خليكي هون على طول، نحن كمان ما عاد بدنا اياكي. اخي ابو عبدو نحن في لنا حرمه عندكم هون بالبيت، بدنا اياها بعد كم يوم يعني من بعد اذنك. هذا موضوع ثاني بعدين بنحكي فيه، يعني لبعد 40 ام نجيب. ماشي عن اذنك. اذنك معك. يا بي رح تبسي عليك الدنيا، ما بدك روح الضيعه. والله لك ابني جاي على بالي نام هون اليوم. ليش يا بي؟ في جماعة بدهم يجوا الصبح يشوفوا هالبقرة المعشرة منشان يشتروها. ايه شو علي؟ هي انا هون. لك يا بي لا بتعرف تبيع انت ولا بتعرف تشتري. ولا يهمك عمي، انا بفهم بالبيع والشراء. لا عمي لا، انا لازم اكون حاضر على البيعة وان شاء الله بكرة بكير بكون هون. كمان هيك منيح يا بي. لك ان ديروا بالكم لانه سمعت انه عم يصير هالايام سرقات كثيرة. فشر عمي فشر، القبضاي يسترجع يقرب على المزرعة. لك الامان بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله معك يا أبي. دير بالك على الطريق يا أبي. لك أنت شو جابك هلا على أساس المساء؟ شفت أبوك راح قلت لحالي بيجي. لك أبا أنوش بدي أفهم ليش أبوك بكرهني كل هالقد؟ ما بتعرف ليش؟ شو نسيت يوم اللي شافك سكران وعم تتطوطح يمين شمال؟ هو هو علينا، ما حلو ينساها؟ بدك أبي ينسى؟ بحياته ما عاد يتصورها. دخلك؟ وشلون رضا على بشراف؟ رضا علي أنا؟ لا عمي، أنا عنده من الأولياء الصالحين. يلا يلا، فوتوا على الأوضة، خلينا نبلش عبكير ونخلص عبكير. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة
وكان تقيا وبرًا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. إذنك عمي نمشي نمشي سوا. يلا بالإذن. لوين يا بطان؟ مشوار مع أفضل عن إذنكم. إذنك عمي بطان. الله معكم. من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت يا ترى وين صار الدهبات؟ والله ما عم صدق والله العظيم ما عم صدق إنه راحوا لك 30 سنة 30 سنة صار لي عم جمع فيهم وكل يوم عدهم دهبة ورا دهبة ورا دهبة لكم شمشمون اخ على ريحتكم شو طيبة السلام عليكم السلام عليكم طول بالك ابن نجيب طول بالك كلنا على الطريق شو جدي شفتوا على الطريق يسر عندك انا طريق انا طريق يسر عندك لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة الا بالله طول بالك يا نجيب هاي 20 ذهبة إلي وهي 20 ذهبة لأبو حجر وهي 10 ذهبات لأبو شراب والفراطات بنخليهم للمشروب وخلافه وليش بس 10 ذهبات لإلي؟ تحسين هيك الاسم مزبوطة شلون يعني مزبوطة؟ ما فهمت عليك لأنه نحن اللي نزلنا على بيت أبو نجيب نحن اللي سرقنا الذهبات وانت ما استرجيت تنزل معنا ولا نسيت؟ ايه بس انا اللي قلت لكم انه ابو نجيب عنده ذهب ودليتكم على بيته وما فتت معكم لانه اذا لمحني رح ننكشف كلياتنا ولا تنسوا انه جرحي لساته تازة وعم بنزف تحسين هذا مالك والله بدالك عجبك عجبك ما عجبك قوم اضرب راسك بالحيط صب صب ابو لك ابو ايش؟ والله نسيت اسمه صحيح ابو طال ابو شو انت؟ ايه هلا اتذكرت انت ابوك ابو شرار ايه ابو شرار صب ابو شرار تكرم عينك ابو باي مقبوله منك شرف ابو طال شرف ابو حجر احلى ابو ضايات صحتك ابو حجر صحتك ابو علوش صحتك ابو حجر عم تضحكوا علي يا كلاب تعطوني 10 ذهبات وفوق هيك عم تتمسخروا علي لك انا اشرار ولك الله يسلمه ابن اختك ابو سعد البيطار بيشتغل هو وابني بخان واحد ومن كتر ما حكى له على اخلاقكم وتربايتكم حبكم بدون ما يعرفكم يا الله يخلي لي اياكم اهلا وسهلا فيكم حلت علينا البركات الفضل منكم يا ام نصري الله يزيد فضلك الهي ويبارك فيكي شو وين العروس ما لهون ولا ما بدينا نشوفها يوه شلون ما بدي اياكم تشوفوها هلا بتجي عم تلبس ثيابها يا مو فردوس ايه يا مو جيب القهوه وتعي يلا جاي لقوم شوفها يمكن مستحية تفضلي إذنك معك كل الصبايا بصير معهم هيك ايه والله والله يا بنتي يا جماعة باينين أوادم وولاد حلال
بس ان شاء الله تكون البنت حلوه ومرتبه وما تكون قصيره ونحيفه مثل امها. لك لا ما سمعتي صوتهم احلى وهي عم تحكي. إلهي يا ابني يفرح قلبك ويوفقك مع هالبنت الحلال. شفتي لبنتي قديش دورنا له على عروس؟ قديش كتير. بعدين الاسم والنصيب جابتنا لهالبيت بحيسرقها. إن شاء الله يكون صبر ونال. آمين يا رب العالمين. يلا يا عمو يلا. يا ميت أهلا وسهلا شرفتوا. الله يحفظك إلهي. حصلت لنا البركة. يلا يبارك فيك يا محمد. تفضلي مرت عمي. الله يزيد فضلك. مرت عمي تفضلي. يسلم. الله يسلمك. يلا يلا جاي. عن إذنك ولا شوف أبو حمد شو بدك. يا روحي حبيبتي إذنك معي. وينك يا حرمان؟ نعم نعم. قربي لشو؟ هاي جبت لك شحارتين كوسا ونصرات اللحمة. بدي اياكي تحفروهم وتلحقوهم على الغداء. وإذا ما بكفوا لجيب لكم كمان. لا ابن عمي بكفوا وعنا شوية ست زبيب من بارك. سكننا على المولى. سلام عليكم. الله معك مع السلامة. لا تنسي. وحد الله أبو محمود وحد الله. آخ يا ابني آخ انكسر ظهري. يا ريت كان يومي قبل يوم. بسم الله ونعم الوكيل. مين كان في عند ابنك مبارح المسح هجي؟ رفيقه تحسين. معناتها جسة ابنك ورفيقه تحسين الله يرحمهم. شو بنا وتهام؟ على علمي انه صالحناكم وصفية القلوب. يعني طلعتكم مبارح من العزلة تواخذني ما كانت ظابطة منهم. والله يا مختار بينتو هالزلمة بعمره ما رح يصفى قلبه من ناحيتنا. الرجال مبارح ما غلط، انت وشاهر غلطتوا بطلعتكم. ابو وضاح نحن طول عمرنا قلوبنا صافية تجاههم، والدليل انه ابو فهد بيني وبينك الحكي بعت امه لعندهم منهم. وليه بعتها؟ مشان تطلب له من عندهم. ايه كتير منيح. لحد هون كتير منيح ابو وضاح، بس اللي سوا ابو خيره هو اللي مو منيح. ليش شو سوا؟ هلا عمرت عمي من عندهم. شو هالحكي؟ هلا هذا الشيء صار قبل ما تتصالحوا بالقهوة ولا بعد؟ لا سيدي بعد ما تصالحنا. لا اش كان هيك ما له حق ابدا. يا عين عليك مختار، هي بالنسبه لنا كبيره كبيره كثير يا ابو وضاح. يعني مرت عمي ابو شاهر اللي كان عقيد الحاره وحامي حماها تطلع مقلعه من بيته عيب. لا ما له حق منه، انا اللي حكي معه. لا ابو وضاح لا ما في لزوم، شيله من ذهنك، هو اصغر من هيك بكثير. لوين أخذ الحمار؟ أخذ طقسيه ورجعه. تأخذيني أنا كمان سيني ورجعيني؟ لا. ليه؟ أنت خليك عطشان. هون عليك اللي ضل عطشان؟ إيه مو أنت هيك بدك؟ هلا أنا هيك بدي لك نبوه؟ إيه طبعاً أنت هيك بدك، أصلاً أنت مو شاطر إلا بالحكي. لا بحياة عينك لك نبوه حكي وفعل. إيه بكرة بنشوف. هانت هانت إن شاء الله اصبري علي شوي وما بتشوفي إلا أمي وأبي جايينك فول التاو. ليك نايف روح هلا، لان هلا اذا اخي نوري شافك والله بيعمل لي مشكله. اصلا انا مو ناقصه مشاكل. شو يعني انت لهين لك نبوه؟ ليك مين عم قالها؟ بس اذا هلا حدا شافنا وقال. طيب امك وابوك بالدوا؟ ايه بالبيت روح وانا هلا بخلص المشكله. طيب يلا لك بس لا تتعوقي. تفضلك يا شريف. يا عمي قد ايه كره البيت؟ شوف اخي هذا البيت كره بالشهر نص مجيبي، وفيك تدور كل بيوت حاره البحر، صدقني ما رح تلاقي ارخص من هيك. حاره البحر على عيني وراسي، خوض نص مجيدي وبرغوتين. لك كتر خيرك يا اخي، منين حضرتك بلا صغره؟ انا من الغوطة عمي. هي الله محييك منين ما كنت، الاسم بالخير. انا اسمي الشيخ صالح. والله وسبعت نعام منك عمي. صحيح عمي في جامع قريب من هون؟ ايه والله في جامع قريب منا. الله يبشرك بالخير حاكم، انا من صغري ماني متعود صلي إلا بالجامع. يا شو في أحلى من هيك؟ يا الله يجزيك الخير. خير الله عمي خير الله. شو صليت العصر ابن عمي؟ ودعينا لكم. الله يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. ابن عمي بيقولوا الدعاء بعد الصلاة مستجاب. الله بيعلم يا بديعة، الله بيعلم ما بصلي فرض إلا وبدعي لها. شو نايمة؟ إيه نايمة.
مسكينة كل الليل ما نامت. خطية بلكي بترتاح لها شوي. بدي اياها؟ نعم ابن عمي. مين في عندك؟ عندي الداية ديبي. شو ضيفتيها؟ انت ما عليك ابن عمي، لا تشغل بالك. لك كيف ما بدي اشغل بالي؟ كيف؟ ليش ضل شي بهالبيت بيتاكل او بينشرب؟ كان عندي شقفة امر الدين من عند ام وضاح، حليتهم بشوية مي ومشي الحال. روحي يا بديعة، روحي الله يرضى عليكي ويبيض لك وشك مثل ما بيضي لي وشي. طيب البنات تغدوا واكلوا شي؟ ايه عم يتغدوا. اهلا وسهلا فيكي ديبه. اهلين فيكي بديعه خانو. شو وينهم البنات؟ ليكم بليون هلا بيجوا. الله يخلي لك ياكم ويعافي لك دلال ويطعمك اخ الهم. الهي وانت جاهي. ولا عم تعليك لك اختي. شرب مي مي. شرب شرب. كنت رح اختنق من التيبيس. والله ما بتتاكل. لك يا اختي نعمه، بكره منقول يا ريت عنا شويه تيبيس ناكلها نشدد قلبنا فيها. كلي. يا ديبي والله ما بطلب من الله غير انه يشفي لي دلال ويديم الصحه فوق راسنا. ايه والله يا ام محمد الصحه اهم شيء. ما قلتي لي شلون ام تحسين؟ ما عم تعذبك؟ لا يوه شو تعذبني. الله يسامحك يا بديعه خانم، شو نسيتي انه انا ديبه؟ ايه والله والله هلا بتروحي لعندها بتلاقيها مثل البسه المقطوع ديلا، اذا بتطلع فيها تطليعه بخشبها بارضها. يا عليكي مأواكي، شلون قدرتي لها؟ بسيطة بالعصاية. وحياتك بيقولوا العصاية من الجنة. والله ما لي نفس أضحك. عم تضربيها لك؟ ايه يعني لأدبها، لأنه اللي مثلها ما بيجوا غير بالضرب. ما قلتي لي شو في أخبار بالحارة؟ مين جواز مين خطاب؟ شو يا أمي؟ طميني عم حاول أشعيرة. والله ما لي عرفانة شو بدي قلك لك ابني. قولي يا ما قولي، مو أول مرة تطلع الشعيرة وهالخد تعود على اللطم. أخي بدك رأيي؟ إيه؟ بلا لك ياها. ليه بقى؟ البنت كتير جبلة وطويلة قد البقرة. إيه نصرة لشو هالحكي مو حلو، الله يستر عليها وعلى جميع الحريمات. إيه شو حكينا؟ أختي هلا بس مشان هيك ما عجبتك؟ ليش ما بيكفي؟ إيه رطل الخبز ورطل البرغل ما بيشبعوها. ما دخل أختي ما دخل، يا ما في ناس اسمان وما لون أكله. إيه إذا طبختن سحارتين كو سمح شي. لك أختي إذا ما في شي تاني أنا أبلان فيها، الأكل مو مشكلة. لا أخي ما في شي، ومن شان بري زمتي يعني حرام الواحد يحكي الحق. البنت مخاليقة حلوة بس أنا ما عجبتني مشان هيك. أنت أبلان فيها هيك؟ لك أختي الصحة والطول ما بيعيبوها، ذاتا أنا نفسي بهيك وحدة. عن حقها؟ إيه عن حقها يا مو. وليش لك أخي نفسك بوحدة طويلة وسمينة؟ أختي مثل ما لك شايفتيني أنا قصير ونحيف وماني معبي عين حدا. لا تقبرني فشر وحياة عينك، أنت زينة شباب الحارة كلها. يا مو ما بدنا نكذب على بعض، حارتنا ضيقة ومنعرف بعضنا. يعني إختي أنا عم أقول بركي هيك إذا بتجوز لي شي وحدة كبيرة وسمينة وطويلة بركي الله دخيل اسمه ببعث لي أولاد كبار وجهمين وبعبي عيني فيهم بالحارة. يبعث لي حمى عم تبكي؟ لا 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 أختي لا، شو عم ببكي ما عم ببكي. لك أخي الرجال مو بالطول والعرض، الرجال بفعله وعقله وأخلاقه. أي أقبرني أخوكي خزيت العين حوله طول عمره عقله كبير. إيه بس لو ما عنده شوية شوية شو ليه؟ شوية كذب. أنا بكذب؟ لك أنا بكذب يا مو أنا بكذب؟ بعدين كذب من الحرجال وعيب على اللي بيزدو. مظبوط يا مو؟ صح تقبرني صح. والله خايف هالواطي ينتقم مني بس لا وين مش الحال. شو الحكم دار لعبة بإيديهم؟ ساعة بيقولوا خدوه على العسكرية وساعة بيقولوا طالعوا. طيب أنا ليش ما بشتري خيل؟
ثلاث ايام بصير خيار ولا احلى من هيك. شو بشو احسن مني؟ ايه لسه سلمى ناقصني جدبان لانه انا كان ما بكفيني ذكيه. والله البيك ما يدرى اني خطبت بنت عمي وكتبت كتابي عليها لينفيني على بلاد الوالوة. وين صفوان؟ فوق بوضته ابن عمي. ليش ما نزل لعندي على الدكان؟ والله ضعفان وماله حسنة. شو بدك لك ابن عمي؟ شو بك ابن عمي؟ والله من امبارح مالك على بعضها. شو القصة؟ شو القصة؟ ولك بهدلتيني قدام الناس وعم تقولي لي شو القصة؟ أنا بهدلتك قدام الناس؟ إي نعم أنت. وبشو بهدلتك بقى؟ ولك مو عيب عليكي يا آدمية يا بنت الأوادم تعملي سحر وتبعتيه مع بنتك يحطه بأرض ديار بيت أخي؟ وشي حرق وشي تمر وشي رش؟ ولك أنت ما بتستحي أنت؟ ولك ما فيكي دم؟ أنا؟ وحياة راسك. لا تحلفي بالله ولا براسي، إذا بدك تحلفي احلفي براس أبوك لأنك عم تكذبي. لك عدنان انت من امتى بتحاكيني بهالطريقه؟ لك انا طول عمري رافع راسي وبشوف حالي انه انت ما بترضى يجيب حدا معدلي بالعاطل. هلا قايم تبهدلني مشان بيت اخوك اللي عم يتبلوني تبلي. عم يتبلوك تبلي؟ ولك بنتك هي اللي حكت بعظمة لسانها وقدام بيت عمها. مين وفيقة؟ ايه نعم وفيقة. لك الله يقصف عمرها. ولا اعتدي عليها لانه كشفتك ما؟ لك انت بتصدق عني هيك حكي؟ ولك انا بحياتي ما صدقت كلمة بالباطل عنك، بس لما بنتك بتحكي بعظمة لسانها بيكون حكيها مظبوط. ولك ساوتيني مثل الأملة المفروكة قدام بيت اخي. انا؟ ايوه هلا فهمت الملعوب. انا ملعوب؟ ملعوب اختك موضح ومرت اخوك معبده. شو دخل أختي أم وضاح؟ أنا رح أحكي لك القصة من أولها. هي أختك أم وضاح من غازة لأنه خطبنا رويدة لابنك صفوان. شو الحكي؟ لعمة وأم عبده مطابقة معها. لا فرس تبعك مو عاجبك تكون ضعفانة. والله ما بعرف يا ابو وضاح، يمكن نصري مو مشبع امبارح جوعانة. ما بيسوى تقصوا علي ابو ذاكر. الله حيو خيره. على راسي عمي ابو وضاح. بري عليك. بس لا تنسى انه هذا تمرين وصفة، مو هيك اتفقنا؟ سيدي هاي مو حاسبينكم يا بري عليك خيرو صفعت راسنا ولو وقفت من بعدكم نحن. ديبه الله يرضى عليكي، بس تخلصي اللي بين ايديكي بدي تفوتي على اليوان تعزلي لي اياه، بدي اياه عميل معلمع. على عيني انت بتأمري. ما يأمر عليكي زالي. شوفي عندك تعزيل تنظيف احكي لا تستحي مني. ما بسترجي تقل عليكي، بخاف تضربيني بالعصاية مثل ام تحسين. بعيد الشر عنك عم تشبهي حالك إلها. لك انت معلمتي بست راسي، لك وقد ما خدمتك ما بحسن كافيكي. انت مفضلة رويدة خانم. الفضل لله. قدريتي انه ام نصري لقيت عروس لابنها؟ اف خي الله يفرح قلبها. مرحبا خالديبه. اهلين سميحة خانم. ايه ما تبلى هالطلة. بدك تقبريني امتى بدي اشوفك عروس وافرح فيكي؟ عن قريب ان شاء الله رح تشوفيها عروس. عن حقا؟ يا ما روحي شقي على الطبخه. على عيني يا عم. دخلك العريس من الحاره ولا من برات الحاره؟ لا من الحاره، وهلا بدي ابعتك لعندهم تودي لهم خبر. ايه على عيني. مين هنن؟ بيت ابو خيره. ايه والله والنعم جماعه اكابر الله يهنيكم. بس شوفي ديبه اوعك تجيبي سيره لحدا. لا يا ام وضاح سرك كبير لا تخاف.
رويدة خانم؟ شو ديبة؟ خير شوفي؟ شوفي هالشوفي؟ شو هاد؟ سحر؟ سحر؟ وشو جاب السحر لبيتنا؟ ما بعرف. وين لقيتي؟ لقيته بالطراحة، كانت مفروضة شوي ومدخل فيه. يا لطيف، ومين بده يحط لنا السحر؟ الله لا يوفق أولادين الحرام، الله ينتقم منهم. تقبريني ديبة، روحي كملي التعزيل قبل ما يجي أبو وضاح، وبكرة منشوف لنا شي شيخ بيقلنا شو بدنا نعمل فيه. الله يقصف عمركن، الله يقصف عمركن قصف. ولك ما شفتوا الأولاد والحريم هنن عم ينهبوا العريشة؟ ولك أبي يا أمي والله ما شفنا، كنا عادين جم أمي الله يرحمها وعم نبكي عليها لأنها ماتت، كانت الدار مليانة حريم وولاد. الله يعدمني يا كونتي واختك. ولك أبي لو نطرتوا العريشة مو أحسن لقدي جوا؟ أي يا أبي، بس وقتها كانت أمي ميتة، كنا عم نتودع منها وما اجى ببالنا انه حدا يسرق العنبات، والعريشة ما لها اهم من امي يا ابي. ما لها اهم من امك؟ والله ليكن انسرقوا العنبات، خمس فراغيت، خمس فراغيت طاروا، يعني لو ضلوا مو كانوا احسن؟ ولك يا ابي الحي افضل من الميت. اي يا ابي، بس امبارح بالعريشة غير خمس عنايد، كلهم خمس عنايد. والله هدول خمس فراغيت. ولك ابي خمس فراغيت يعني طار، وفهمت شو يعني خمس فراغيت؟ وام وضاح بتسلم عليكي وبتقلك انه قبلت عزيمتك على الحمام هي وبنتها سعاد. الله يبشرك بالخير على هالخبريه. اي والله فرحتي قلبي من جوا. ايه لكن ايدك على البشاره. ايه مو تكرم عينك، والله انت بتستاهلي، طلبي وتمني. معلش يا ام خيرو، جمعي لي اياهم معك لبين ما يجي نصيب سعاد بيكونوا صاروا محرزين. ايه خلص، بكره الك مني احلى خاتم وسوارتين، وبس يجي نصيب سعاد بإذن الله إلك مني أحلى جوز حلق. شو يا مو؟ شو القصة؟ عم بسمع أحلاق وخواتم. إيه يا مو، بشارة لديبة. بشارة؟ بشارة شو؟ هذا يا ستي بشرتني إنه أم وضاح وسميحة قبلوا عزيمتنا على الحمام. صحيح الحكي؟ إيه صحيح. ليش أنا بجيب غير الأخبار الحلوة؟ لك تقبري قلبي إن شاء الله على هالخبرية الحلوة. إيه هلأ خلونا نشرب قهوة مشان تبصري لي فنجاني. ها تكرم عينك، بس والله سمعت لك انه الشيخ نزير عم بيقول التبصير حرام. يوه دخيلك على هالشيخ نزير شو معقده. يا مو شو رايك نروح بكره على سوق الصاغه وناخذ معنا ديبه خانوم؟ ايه والله جبتيها، تروحي بكره معنا على الصاغه منجيب شويه صيغه. تكرم عينك، ليش انا بقدر ارفض لك طلب؟ انت بس اشري لي وبتلاقيني جاهزه. لك تسلمي لي يا رب. ديبه شوفي مين بيه. مستحيل انا اشوف هذا الثاني شو بعد الصباح. اهلين عمي، كيفك نجيبة؟ الله يرضى عليك يا عمي. اهلين عمي، اهلين، خليني اياك. اهلين في احلى صنوحة. مرحبا اخي. اهلين سهلين. خير شبك؟ لك شو شبني؟ ما بيكفي سرقوا الذهبات، ناهبين العريشة كمان، لك شو هذا مال كفار، مال حرام، مو تعبانين فيه؟ لك اخي بسيطة، اخي بسيطة، العوض بسلامتك وسلامة البنات. ادعي لربك الله يرجع لك نجيب بخير وسلامة. بيعوض الله أخي، بيعوض الله، بيعوض الله. لك خمس عن عيد هدول، خمس عن عيد، يعني خمس فراغيت طاروا. عمي نجيبة، شو طابخين اليوم عمي؟ حاكم أنا جوعان وجاي اتغدى عندكم. شو أمرتوا سيدي؟ مالنا طابخين شي عمي. لا لك عمي، ليش مو طابخين شي؟ لك عمي أنتوا قد ما زعلتوا وقد ما تضايقتوا أمكن ما رح ترجع. عمي أنا في معي نكلتين، إذا أعطيناهم لشي حكيم ما بيروح على المقبر بحاكمها لأمي بالرجاء؟ آخ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا عمي لا، أمكن هلأ صارت بالجنة عم تاكل موز ولحم وتفاح وشو ما بتشتهي. عمي نجيبة قومي جيبيلي هالفخذ اللي قام أبوك مبارح من الذبيحة، وهاتيلي طنجرة كبيرة خليني أطبخ لكم إياها. قومي عمي قومي. فخذ أبي ساواها قاورما عمي. شو؟ قاورما؟ ايه عمي صار في عنا جردين مالانين قاورما. لك اخي ما زال في عندك قاورما كتير، كنت اطبخ هالفخذه لهالبنات خليهم ياكلوا ويشبعوا. شو امرتوا سيدو؟ اطبخ هالفخذه لهالبنات؟ اخي اذا جبت لي ذبيحه بدك تبخش لي بدني ان شاء الله؟ بكره بس اجوا الذهبات باذن الله بعطيك حقه وبخلص منك. إيه انا ما صدقت خلصت من ام نجيب، تطلع لي انت الثاني.